ونكمل مع الموضة ومع عرض مميز للمصممتين الشقيقتين جولي وريم حسن اللي قدموا تصاميمهم بعرض من داخل قصر عابدين في مصر. النهاردة اخترنا قصر عابدين عشان المكان ده يعني our collection it's all about reality. وما فيش أرقى ولا حاجة كده فخمة قد قصر عابدين. طبعا اكيد تاريخ. طيب جولي بدي اسالك يعني خلينا نحكي شوي عن الكوليكشن. الكوليكشن فيه منوع ما بين المصري اللبناني العبايات الخليجيه ختمينها بالافراح الاعراس الحنه. لا اشرحي لي هاي الحنه. هاي الحنه عندنا في اليمن ودول الخليج يعني بتكون قبل الزفاف يعني حتشوفوها النهاردة إن شاء الله يعني بس هي بتكون لبس يعني بيكون لبس كذا فخم. وبهالعرض اللي من تنظيم سحر عزي ومايسة عزب قدمت الشقيقتان 42 تصميم. التصاميم تابعها عدد كبير من الفنانين اللي طل بعضهم بتصاميم من توقيع ريم وجولي من بينهم صفية العمري اللي صار لها فترة غايبة عن الشاشة. مفيش حاجة ورق مستفزك كده انك ترجعي قريب؟ والله كنت رجع قريب وكان عندي حاجة قريب كانت حلوة قوي لكن يعني تقدر تقولي مفيش نصيب. وبهالكلمات اختصرت صفية العمري السبب. بقاش الزمن بتاعنا اللي هو يقدر الاحترام وال خلاص. بس عايزه اقول لك على فكره بتحس ايام زمانكم انه لا كان في التزام بالكلمه كان في التزام بكل حاجه. هلا فعلا انت عم بتحسي انه في اختلاف كبير فعلا قوي. وإلى جانب صفية هالحدث شهد الظهور الأول للفنانة بوسي بعد غياب طويل ورافقتها بهاليوم بنتها مينور الشريف. بيجي وقت على الواحد كده يحب يبقى قاعد مع نفسه يعني شوي كفاية. لا لا ما تعبتش بس مش عارفة يعني أنا دلوقتي حبة كده اللي أنا فيه. مدام بوسي نحكي بصراحة استراحة أم تفكير بالاعتزال؟ والله مش عارفة يعني مش ما عنديش فكرة. وبعكس بوسي سوسن بدرت تعيش نشاط فني كبير هالفترة وأمس تم طرح الفيلم الرومانسي أنا لحبيبي اللي تشارك ببطولته. بصي الفيلم كله رومانسي ما عدا أنا. ما عدا أنت؟ مش رومانسي مع إن أنا أكتر واحدة رومانسية في الحياة. وبهالعمل سوسن تأدي دور والدة ياسمين رئيس اللي مازحتها من فترة من خلال تعليق ساخر كتبت فيه أستاذة سوسن بدر دايما وأفالي في قصص حب كده. يا بتتشاقى بس بتعكسني. لا لا والله خلاص عشان صاحبتي يعني هي زيها زي بنتي الحقيقة بحسها بنتي قوي وإحنا أصحاب كمان. أما دراميا فسوسن مشغولة بمسلسل باب المجال مع مصطفى شعبان. أنا بتبسط قوي في الشغل مع مصطفى. مصطفى رائع كإنسان وكفنان وكزميل الحقيقة برتاح معاه جدا. المسلسل كمان أنا طلع أمه بس يعني هي المسلسل كله جديد جو جديد وحالة جديدة وطرح جديد ومناقشة لقضية مهمة جدا بس بشكل جديد وموضوع جديد يطرحها مسلسل جميلة اللي يجمعها مع ريهام حجاج. بصي هو العمل كله صعب لأنه بيحكي عن علاقة السوشيال ميديا بحياتنا الفترة دي وإمتى بيبقى تأثيرها سلبي إمتى يبقى تأثيرها إيجابي إزاي نتعامل مع التأثير السلبي وإزاي نتعامل ونخلي التأثير إيجابي إيه المفروض يعني عشان كده الموضوع أنا حبه قوي. وظهور محبب دائما يكون مع حضور فيفي عبدو اللي تنشر طاقة إيجابية وين ما تحل. في حاجة إحنا دائما بنقولها على آخر الزمن. على آخر الزمن. على آخر الزمن بقى مسلسل هو. أنا قاعد دلع ها. عايزة شوية دلع من اللي اتمنع. أنا جاية دلع وعايزة شوية دلع من اللي اتمنع. أي والله أي والله جديدة أي والله. مش بيدلعوك يا مدام في؟ لا كل الناس بتدلعني بالعكس ده أنا متدلعة جدا الحمد لله الحمد لله. ويبدو أن هالإفيه بتضيفه في لقاموسها الخاص. أنا جاية عايزة شوية دلع من اللي اتمنع. لا لا انا عايز اعرف ايه موضوع الافيه الجديد ده. عايزه شويه دلع من اللي اتمنى من اللي اتمنى. ايش في الدلع ده بتاع زمان كده حلو ده دلع زمان كان عامل ازاي حلو بجد قوي قوي عندك منه؟ لا بقى دلعك طبعا قرد الدلع بتاع زمان الحلو ده اتمنى ما بقاش فيه مش اتمنى ما بقاش بقى
تيكاوي عارفة. أيوة تيكاوي أيوة كده. وبعد هالكلمة سريعا انتقلنا عند دانا حمدان اللي سألناها كيف تقضي وقتها هالأيام. بأكل كتير طول ما أنا ماشي عملها بأكل. وبالإضافة للأكل دانا تحضر لبراند مكياج خاص فيها. أخيرا كتير فخورة أنه لأول مرة للرجل أنا حطاه وليه حطاه ما هو إكباري خلاص. أول براند مصري هاي شغلة كتير أنا فخورة بيها أنه أول براند ميك أب مصري بنعمل فولي إن إيجيبت. فالحمد لله كان واخد كتير عن جد كان واخد كتير من وقت الفترة الماضية. ومثلها شقيقة ميس حمدان من شغلة بتحضيرها لأعمال عديدة من بينها فيلم المكلكعين. هي مكلكعة يعني ولا هو شخصية مكلكعة ولا على العلاقات الحب المكلكعة وقد إيه إنه إحنا البشر عم بنفوت بأي علاقة لازم نكلكعها. وعم ندور هيك في فانتازيا ملكة فرعونية بتطلع لأحمد فتحي في الفيلم وبتعيش معها قصة حب مكلكعة مكلكعة برضو يعني بتطلع حتى الملكة هتطلع مكلكعة برضو. ومن بين الحاضرين يومها التقينا برانيا فريد شوقي اللي خبرتنا عن مشاركتها في مسلسل المداح 3. طلعي فين وخايفين عليك تتلبسوا ولا حاجة في المسلسل؟ أيوة ما بعد ما مضيت تقوم مش تقولولي يا رجبين أوي يعني. لا هو مختلف يعني هو نفس طبعا الستايل بس يعني أنا شخصيتي مش هحرقها طبعا بس هي كانت سيدة أعمال بتشتغل في الخليج ورجعت بقى يعني دخلت عيلة صابر يعني. أما لقاء سويدان فخبرتنا عن مشاركتها في مسلسل حرب الجبال مع أحمد رزق. دوري مختلف خالص عن آخر حاجة الناس شافتني فيها اللي هو أيام شخصية عقربة شوية عشان كده حبيتها قوي ولفتت نظري إنه حاسة إنه حبذل فيها مجهود ومختلف. هي شعبية شوية ليها كده هو جوزي مفروض أستاذ رياض الخولي فلينا مواقف كده وحاجات صعبة شوية وحاجات كوميدية شوية فيارب إن شاء الله الناس تحب المسلسل وتحب دوري. ولأن آخر أعمالها المسرحية كانت مسرحية سيد درويش واللي كان فيها عدد كبير من الأغاني فحبينا نسأل لقاء هالسؤال. هلأ مش هتفاجئين شي إنك تقدمي حاجة سنجل ولا هيك تعملين ترجع على الغنى مرة تانية؟ لا إن شاء الله بإذن الله بفكر أعمل كده فكر يبقى في حاجة سنجل بس كل ما فكر أعمل حاجة سنجل أنشغل بمسلسل أو حاجة جديدة. لا بس إن شاء الله بإذن الله لا اكيد اكيد السنه دي مش هتمرق غير لما اكون عامله واحده او اتنين سنجل ان شاء الله. بس لسه هل اخترتي اغاني ولا؟ بصي انا بسمع لانه انا يعني انا شويه متردده وبخاف قوي في حكايه الغنى دي يعني لانه ببقى حاسه انه عايزه اعمل حاجه شبهي حباها. طيب يا اغنيه رومانسيه صح كده؟ طب ايه رايك اعمل حاجه مهرجانات؟ يا ريت. وتاكيدا على كلام لقاء هي سمعتنا هالاغنيه. بنت الكران شغلانة عنايا وهموت عليك رب العالم بيا سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه